الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة صباحا في غرينتش، نشرة إخبارية جديدة من النيل للأخبار، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات، حيث وجه السيد الرئيس بما يلي: تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال. السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات. تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة. وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان، وجه السيد الرئيس بالتوسع في منحة مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة أشبال مصر الرقمية، والتي تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد عرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإلكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال. كما اطلع السيد الرئيس على نشاط مراكز إبداع مصر الرقمية في مرحلتها الأولى، موجها سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما في ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات، وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها. تم أيضا استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح السيد وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي بلغت حوالي 150 مليون وثيقة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من 30% حاليا إلى 65% خلال 3 سنوات. 5 مسارات حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي كبدت العالم خسائر تقدر بأكثر من 12 تريليون دولار. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحفي بحضور عدد من الوزراء مسارات المواجهة، والتي تعتمد بشكل كبير على تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف رفع نسب مشاركته في الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكذلك توطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي. إذا كانت آخر سنة كانت نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات 30% والدولة 70%، احنا بنستهدف في ال3 سنين الجاية ان يرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص يبقى 65% من اجمالي الاستثمارات المنفذة. تمكين كامل للقطاع الخاص لل3 سنين الجاية ان نصيبه من الاستثمارات يبقى من 30 ل65، عشان يرجع للسياق الطبيعي اللي كان موجود. الكلام ده احنا بنتحرك فيه مش كلام فقط، احنا في محاور معينة بنشتغل عليها، هنحسن ازاي مناخ الاعمال، اطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل كل مشاكله. بالنسبة لتحسين مناخ الاعمال، احنا بنعلن في خلال هذا الشهر وفي خلال ايام قليلة هنعلن بصورة رسمية وهننشر وثيقة
سياسات ملكية الدولة. يعني إيه هذه الوثيقة؟ الوثيقة دي ببساطة شديدة بتقول إيه الأنشطة اللي الدولة بمؤسساتها كلها، وأنا بقول الكلمة بمؤسساتها كلها، هتبقى موجودة فيها، وإيه الأنشطة اللي الدولة هتتخارج منها. ومن ضمن محاور المواجهة خطة لخفض الدين العام إلى نحو 75% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. لكن خطتنا إن إحنا ننزل في الأربع سنين الجاية لغاية 2026 من 85.8 يعني 86 ننزل ل 75%. يعني يبقى الدين كنسبة من الناتج أقل من 75. 75% الاقتصاديين عارفين يبقى أنت كده وصلت لمعدل استقرار ولا يوجد لديك أي مخاطر. وبالتالي هو ده اللي احنا شغالين عليه، إن الدين بتاعنا الدين العام ينخفض ل 75% في سنة 26، إطالة عمر الدين بحيث يبقى الدين كله كمتوسط 5 سنين على الأقل، وتحقيق فائض أولي في الميزانية بتاعتنا يبقى 2%. يبقى دايما، لأن هو الفائض الأولي هو اللي بيؤدي إلى تخفيض الدين، وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي بحيث تكون 6% فقط من الناتج المحلي برضو في العام المالي 25-26. تنشيط البورصة عبر 21 إجراء من ضمن خطة المواجهة بهدف زيادة الشركات المقيدة والإسراع في برنامج الطروحات الحكومية. هيتم دمج أكبر 7 مواني مصرية تحت مظلة شركة واحدة، والشركة دي هتطرح نسبة منها في البورصة. أيضا الفنادق المميزة جدا في مصر اللي تعتبر من أفضل الأصول اللي موجودة برضو هيتم دمجهم تحت شركة واحدة، يتم تقييمها بصورة من خلال بنوك استثمارية دولية، وأيضا نطرح نسب منها في البورصة للمصريين علشان ان هم يدخلوا، او المستثمرين ايضا يبقى بنسب ويشاركوا، ونوسع ملكية وحوكمة ادارة هذه المؤسسات اللي تابعة للدولة. المشروعات الكبيرة اللي الدولة النهاردة بتنفذها في النقل الحديث، سواء المونوريل او القطار فائق السرعة او القطار الكهربائي، ايضا هتطرح نسب من هذه المشروعات للقطاع الخاص للاستثمار وادارة هذه المشروعات في خلال الفترة القادمة. تعزيز الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة من خلال زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات أحد محاور التعامل مع الأزمة. في 130 مليار في الموازنة العام القادم عشان نمتص جزء من هذه الأعباء عن المواطن المصري. لأن احنا نعي تماما والدولة عارفة أن مستوى دخل الفرد في مصر مختلف عن بقية الدول. من الوارد أن الدول اللي حصل فيها تضخم عالي وتحمل الموضوع الفاتورة كلها نزلت على المواطن، يمكن عشان راتب المواطن عنده مساحة انه يقدر يستوعب جزء، بالرغم ان في دول متقدمة المواطنين النهاردة بيشتكوا بالكامل من عدم كفاية مرتباتهم من تحمل تكاليف المعيشة. لكن احنا كمصر اتحركنا على ان احنا نخصص جزء كاحتياطيات علشان نعمل هذا الموضوع. النهاردة توجيهات سيادة الرئيس ان احنا نضيف 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وفيما يتعلق بالسياسة الزراعية، أكد رئيس الوزراء الاستمرار في توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح الذي يكفي الاحتياطيات منه حتى نهاية العام الجاري. لكن النهاردة، وده برضو كانت خطوة شديدة الأهمية الدولة خدتها وأنفقت عليها، أن نؤمن دايما يبقى عندي احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 4 شهور وأحياناً بيزيد عن 6. إحنا القمح وإحنا واقفين النهاردة وأنا بعلنها للعالم كله، لدينا احتياطات بالجزء اللي بدأنا يعني نجمعه من المحصول المحلي 4 أشهر، وإن شاء الله يا رب وتستمر عملية يعني توريد القمح المحلي هيكفينا لغاية آخر العام الميلادي. خطة حكومية متكاملة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي جنبا إلى جنب مع المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة. هشام حامد، النيل. في حوار مع راديو مصر، أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ أن القوات المسلحة تكافح الإرهاب من خلال استراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية. تلك الاستراتيجية بترتكز على 3 محاور رئيسية، اللي هو المحور الأمني والمحور التنموي والمحور الاجتماعي، وده بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة
اللي هي الضامن الحقيقي للقضاء على مسببات الإرهاب دون إخفاء. البعد الإنساني والاجتماعي كعقيدة راسخة لأفراد القوات المسلحة. يعني نقدر نقول إننا بنحارب الإرهاب على الأرض وبنحارب الفكر المتطرف بفكر معتدل وبتنمية وبحياة كريمة. علشان كده فهم استراتيجية الدولة المصرية لمجابهة الإرهاب لم تكن أبدا عملا أمنيا فقط. والحقيقة دي دروس مستفادة لنا من حربنا على الإرهاب منذ 2011 وما تلاها. ولقينا أن القضاء على الإرهاب لابد أن يشمل القضاء على مسببات الإرهاب. وكان هنا الاتجاه لتغيير الحياة المعيشية للمواطن والتنمية بالتوازي مع العمليات النوعية. استكمالا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث نجحت القوات الجوية في تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا، عثر بداخلها على 2 RPG و3 رشاش متعدد ومسدس و60 طلقة أنواع. كما تم مقتل 4 أفراد تكفيريين، وتم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم. وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة، عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من الخزن، بالإضافة إلى عبوات ناسفة معدة للتفجير. وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار TNT ودوائر كهربائية معدة للتفجير وكميات كبيرة من مواد الإعاشة وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسب. هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بعزيمة لا تلين، وتؤكد دائما أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم. نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية 19 لطلبة جامعة بني سويف بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتوعية بتحديات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة. يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصري. يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا ويستعرض المجلس طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر مجلس الشيوخ مراسل النيل عمرو عبد العزيز. عمرو، بعد التحية، كيف تتابع جلسات المجلس اليوم وأبرز ما هو مطروح على جدول أعماله؟ نعم شاب، في البداية تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باستضاح سياسة الحكومة تجاه منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال. يأتي هذا الاستضاح نظرا لتصارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج لأعمال الريادة أو الأعمال الإبداعية المتطورة. لذا ارتأى المجلس أنه من الضروري أن يتم مناقشة وإعادة صياغة الاستراتيجية المصرية والتي انطلقت منذ 10 سنوات تقريبا حول التحديات المختلفة في مجال الإبداع وريادة الأعمال، خاصة ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة. الجدير بالذكر حضور السيد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذه الجلسة والاستماع لرؤى ووجهات نظر السادة النواب المختلفة، وفي انتظار رده ورد الحكومة على هذه التساؤلات وعلى هذه الرؤى. من المنتظر أن يتم الانتقال لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. مشروع القانون هذا الذي يتماشى مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكون تبعيته بشكل مباشر للسيد رئيس الجمهورية، كما يكون هناك مجلس أمناء لهذا الصندوق يرسم سياساته وخطته. يهدف مشروع القانون أو هذا الصندوق إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يهدف أيضا لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الهمم. هذا أبرز ما رصدناه شهاب في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم. بالطبع ننتظر المزيد من التفصيلات لنوافي مشاهدينا الكرام بها. إليك شهاب. شكرا لك عمرو عبد العزيز مراسل النيل، كنت معنا مباشرة من مقر مجلس الشيوخ. استجابت وزارة الداخلية لنداء أم لعلاج طفلها من الشلل الرباعي، وتماثل الطفل للشفاء بعد خضوعه لبرنامج علاجي مكثف في مركز تأهيل تابع لوزارة الداخلية. حلم ظل يراود والدة الطفل يوسف أن يسير بشكل طبيعي ويعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد بعد إصابته بشلل رباعي إثر حادث تعرض له. من أجل ذلك ناشدت الأم وزارة الداخلية عبر وسائل الإعلام. أنا واثقة إن الرئيس السيسي هيقف جنبي وهيساعدني، وبفضل الله وبفضل رئيسي عبد الفتاح السيسي ابني هيرجع زي ما كان إن شاء الله. لم تتوقع أن تكون الاستجابة سريعة بهذا الشكل، ففي لمسة إنسانية من الوزارة كانت الاستجابة. يعني بمجرد ما أسماء خلصت التليفون كنت بلاقي مكتبه بيتكلم فين تليفون أسماء وفين عنوانها. وفي مركز العلاج الطبيعي التابع لوزارة الداخلية بدأت مراحل العلاج. الحمد لله بفضل الله يوسف تلقى مجموعة جلسات مميزة على ايد اكفأ دكاترة المتواجدين في مصر بل وفي الشرق الاوسط كله. مجموعة جلسات تتمثل في جلسات علاج وظيفي، علاج يدوي، يعني مجموعة يعني متنوعة من الجلسات. واهم الجلسات دي طبعا كان العلاج المائي اللي ادى الى تقدم الحالة بشكل كبير، وادى الى ان الحالة تطورت بشكل كبير والقدرة العضلية للجسم بدأت تستعيد قواها والاطراف بدأت تستعيد نشاطها. وطبعا على رأس الجلسات دي واهمها طبعا هو جهاز اللوكومات او جلسات اللوكومات. الجلسات دي كانت ليها سبب رئيسي في ان ابني وبفضل الله في خلال 3 شهور استعاد القدره على المشي مره ثانيه، لان الجهاز ده تختص بيه مستشفى هيفن ويختص بيه وزاره الداخليه في جمهوريه مصر العربيه. فهو جهاز ما شاء الله يعني ادى الى ان الولد حالته تطورت بشكل مميز، المشي تكاد تكون الحمد لله شبه طبيعية. الحمد لله وشكر لله، يعني احنا شفنا مجهود كبير جدا داخل مستشفى هيفن. برنامج علاجي متكامل وضعه قطاع الخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية بإشراف نخبة من الاستشاريين والمتخصصين طبي وعلاجي وتأهيلي، بهدف استعادة الطفل لحالته الطبيعية بشكل متدرج.
بعد أشهر من العلاج تحولت حالته الصحية وظهر تحسن ملحوظ في حالته ليعتمد بشكل كامل على نفسه بعد أن كان يعتمد على الآخرين في تحركاته وبما يسمح له بالعودة لممارسة حياته الطبيعية مع التردد على المركز لاستكمال جلسات العلاج الطبيعي اللازمة. الحمد لله يوسف دلوقتي قدر يعتمد على نفسه اعتماد كلي، يقدر يقعد لوحده، قادر يتعامل بشكل طبيعي. وتأتي الاستجابة السريعة من وزارة الداخلية لهذه المناشدة الإنسانية لعلاج الطفل يوسف تأكيداً على الدور الإنساني للوزارة ومساهمتها الاجتماعية الفاعلة في دعم ومساندة المجتمع، فتكفي هذه البسمة على وجه الطفل الذي استعاد حياته من جديد. الحمد لله ابني النهاردة وصل للشفاء الكامل والحمد لله، وإحنا لسه طبعاً بفضل الله مكملين وإن شاء الله بإذن الله هنوصل للشفاء التام، وألف شكر. كنت جاي مستشفى هيفن وأنا ما بتحركش، والحمد لله بفضل الله بعد 3 شهور الحمد لله بقيت أتحرك وبمشي الحمد لله. وأنا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية إنهم خلوني أرجع أمشي مرة ثانية. أعلن التيار الوطني الحر فوزه بما يصل إلى 16 مقعدا في الانتخابات النيابية اللبنانية، في حين أعلن حزب القوات اللبنانية حصوله على ما لا يقل عن 20 مقعدا، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع هذا العدد من مقاعد البرلمان مع توالي إعلان النتائج. فوز مهم للقوات اللبنانية يحققه الحزب المعادي لسياسات حزب الله في الانتخابات البرلمانية وفقا للنتائج الأولية. الحزب الذي يتزعمه سمير جعجع أعلن حصوله على ما لا يقل عن 20 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن هذا العدد يمكن أن يرتفع أكثر، وأنه مع وجود حلفاء من الطوائف والأحزاب الدينية الأخرى يمكن له أن يشكل أكبر كتلة برلمانية في المجلس المؤلف من 128 مقعدا. في المقابل أعلن التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله أنه حصل على ما بين 15 و16 مقعدا في الانتخابات البرلمانية. وبإعلان الحزب المسيحي الذي يتزعمه جبران باسيل هذه النتيجة، فإنه يقر بخسارته عدة مقاعد في البرلمان مقارنة بالانتخابات السابقة. ويشكل التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشيل عون أكبر كتلة منفردة بعد انتخابات 2018، ولكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر مقاعد بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب الانهيار المالي في لبنان في عام 2019. ويضم البرلمان اللبناني 128 نائبة، والغالبية في المجلس المنتهي ولايته هي لحزب الله وحلفائه، وأبرزهم التيار الوطني الحر وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى بقاء الكفة المرجحة في البرلمان الجديد لصالح القوى السياسية التقليدية، إلا أن المعارضة تتحدث عن احتمالات حدوث مفاجآت في النتائج النهائية. ويقول مراقبون إن النتائج ستبرهن على بداية انحسار لنفوذ حزب الله من الساحة السياسية مقارنة بنتائج الانتخابات السابقة. أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية اليوم من صنعاء في أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين ضمن إطار هدنة أبرمت بوساطة دولية. للمرة الأولى منذ 6 سنوات أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في أول رحلة تجارية تنطلق من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة متمردين الحوثيين ضمن هدنة هشة دخلت حيز تنفيذ بين المتمردين والتحالف العربي لدعم الشرعية في البلاد. ووفقا لمصادر إعلامية فإن الطائرة التي توجهت إلى العاصمة الأردنية عمان تقل 151 راكبا يمنيا معظمهم مرضى أو مسنون، وتعد هذه الرحلة جزءا من هدنة أبرمت الشهر الماضي بوساطة أممية بين التحالف العربي لدعم الشرعية والمتمردين الحوثيين على أن تستمر شهرين وفقا للاتفاق
وقد دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل، فيما يعد أول وقف لإطلاق النار في أنحاء اليمن منذ 6 سنوات. ويدعو اتفاق الهدنة إلى إقلاع طائرتين تجاريتين كل أسبوع من وإلى صنعاء باتجاه الأردن ومصر. وكان إغلاق المطار قد أدى إلى أضرار اقتصادية وإنسانية ضخمة، كما خسر آلاف الأشخاص وظائفهم مع إغلاق الأعمال التجارية التي توفر الخدمات أو معاناتها من خسائر هائلة. ويدور الصراع في اليمن منذ عام 2015 بين جيش البلاد المدعوم من التحالف العربي لدعم الشرعية وميليشيات الحوثي بعد سيطرته على العاصمة صنعاء، وأدى استمرار القتال إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى بالإضافة إلى أزمة إنسانية طاحنة. قالت أوكرانيا اليوم إن قواتها التي تدافع عن خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد صدت القوات الروسية وتقدمت إلى أن وصلت إلى الحدود مع روسيا. سيادة الرئيس، القائد العام للقوات المسلحة، أبلغ حضراتكم من الكتيبة 227 ضمن اللواء 127 بالجيش الأوكراني التي أرسلت إلى الخط الحدودي الفاصل مع الاتحاد الروسي. سيدي الرئيس، لقد وصلنا إلى المنطقة. نحن هنا عند الموقع الحدودي ووضعنا العلامة خلفنا. سيدي الرئيس، لقد وصلنا. نحن على الحدود. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تواصل مفاوضات شاقة مع الجانب الروسي لإخراج المحاصرين في ماريوبول ومصنع أزوفوستال للصلب في المدينة. نواصل مفاوضات في غاية الصعوبة والدقة من أجل تأمين حياة مواطنين في ماريوبول وأزوفوستال. نقوم بذلك كل يوم، والأمر الهام هو أن ننفذ ما نتوصل إليه من اتفاقات. اليوم أصاب صاروخ روسي مدينة ليفيف، ويتواصل القصف بصورة وحشية على مناطق عدلة في دونياتسك، وكل هذا يقودنا إلى حقيقة واحدة، وهي أن الجنود الروس الذين سيبقون على قيد الحياة سوف يحملون هذا الشر مرة أخرى إلى روسيا. اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف سعي فنلندا والسويد للانضمام إلى تحالف الناتو العسكري خطأ جسيما، محذرا من عواقب بعيدة المدى وتغير جوهري في الوضع العالمي. ومن المقرر أن يحسم برلمان فنلندا والسويد في طلبي انضمامهما إلى الحلف. بعد أن خاضت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا قاربت على إتمام شهرها الثالث خوفا من تعرض أمنها القومي للخطر، تواجه روسيا الآن خطرا آخر بعد أن أيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد طلب انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي. وأعلنت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون أنها ستتجه إلى البرلمان للحصول على التأييد اللازم للانضمام في خطوة تاريخية لبلد ظل عقودا طويلة ينتهج سياسة عدم الانحياز. إن انتهاج سياسة عدم الانحياز العسكري للبلاد طوال 200 عام قد خدمت السويد جيدا، لكن ما نحن بصدده الآن هو ما إذا كانت سياسة عدم الانحياز ستستمر في خدمتنا جيدا. فالعدوان الذي حدث في أوكرانيا لا يعد فقط أمرا غير شرعي، إنما يقوض نظام الأمن الأوروبي الذي تعتمد عليه السويد في بناء أمنها. وأرجعت رئيسة وزراء السويد رغبة بلادها في الانضمام لحلف الأطلسي إلى حصولها على ضمانات أمنية كفيلة بتبديد مخاوف هلسنكي من تكرار العملية العسكرية الروسية في السويد بعد انتهائها في أوكرانيا.
كيف تبدو السياسة الأمنية الجديدة التي يجب أن تنتهجها السويد؟ نعتقد أن السويد في حاجة إلى ضمانات أمنية رسمية عبر انضمامها لعضوية الناتو. هل يجب أن تبقى السويد البلد الوحيد في منطقة بحر البلطيق التي لم تنضم إلى عضوية الناتو؟ بهذا الشكل سنصبح في وضع غير محصن، لا نستطيع معه استبعاد اتجاه روسيا لزيادة الضغط على البلاد. وتزداد مخاوف روسيا الأمنية القومية بعد أن كشفت فنلندا أيضا عن رغبتها في طلب الحصول على عضوية الأطلسي في تحول تاريخي آخر لبلد يشترك حدوديا مع روسيا لمسافة تبلغ 1300 كيلومتر. وحظيت رغبة السويد وفنلندا في الانضمام إلى الأطلسي بترحيب شديد من الأمين العام للحلف الذي اعتبر الأمر لحظة تاريخية. إذا قررت السويد وفنلندا الانضمام إلى الأطلسي ستكون لحظة تاريخية، فعضوية هاتين الدولتين في الحلف ستزيد تعاوننا الأمني، ومن شأن ذلك أيضا التعبير عن استمرار فتح باب عضوية الانضمام للأطلسي. ورغبة في تأكيد الأطلسي عدم جدوى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أكد الأمين العام للحلف أن العملية لا تسير وفقا لما خططت له موسكو. إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تسير وفقا لما خططت له موسكو. إنهم فشلوا في الاستيلاء على كييف وتراجعوا من حول خاركييف. الهجوم الرئيسي في دونباس قد توقف. روسيا لا تحرز إنجازا في مجالها الاستراتيجي. التزمت كل من السويد وفنلندا الحياد طوال فترة الحرب الباردة، وسيكون قرارهما بالانضمام إلى حلف الأطلسي واحدا من أهم التغيرات التي تطرأ على المجال الأمني في أوروبا منذ عقود. نشرتنا متواصلة معكم، وفيها زعيم كوريا الشمالية ينتقد السلطات الصحية في البلاد ويأمر بتعبئة الجيش لمواجهة جائحة كورونا. الآن نتوقف مشاهدينا للتعرف على أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، ونتحول إلى حنان الخولي. إليك حنان. شكرا لك شهاب. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. رئيس الوزراء يستعرض مقترحات لتحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من مقترحات تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية يحيى زكي وعدد من المسؤولين. وقد أكد رئيس الوزراء على مواصلة المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا للتوجيهات الرئاسية، ومن أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة بشكل يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة على مستوى العالم في الصناعات، لا سيما مشروعات الطاقة الخضراء، وكذا تحويلها لمركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود. أكد وزير البترول طارق الملا الاستمرار في تنفيذ خطة التطوير الشامل ورفع الكفاءة بمختلف شركات القطاع العام البترولي بهدف الاستفادة القصوى من أصولها. وخلال جولة تفقدية بعدد من المشروعات في الأسكندرية، أكد الملا حرص القطاع على زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكام كهدف رئيسي لإحلال الواردات بمنتج مصري، مشيرا إلى أن هناك دعم قوي ومستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود قطاع البترول في مجال تعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة. أكد وزير المالية محمد معيط أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه تم التخلص الآمن لأكثر من 95% من البضائع الراكدة بالموانئ حتى الآن. وقد أوضح الوزير أنه تم تشكيل لجان مشتركة بكل ميناء ومنفذ جمركي تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد البضائع والمواد الخطرة والمحظورة بشكل فوري، كما وتم تشكيل لجنة مركزية للتفتيش الدوري على المخازن والساحات بما يضمن عدم تخزين أي بضائع خطرة.
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا بقيمة قرشين شراء وبيعا مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم في معظم البنوك العاملة في مصر. وقد شهد سعر صرف الدولار تراجعا في بنكي الأهلي ومصر ليسجل 18.26 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع. استعرضت وزيرة الدولة لشؤون البيئة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها في لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لوفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء، استعرضت فرص الاستثمار الأخضر في عدد من المجالات ذات الأولوية. وأكدت وزيرة البيئة أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات المهمة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، مشيرة إلى أن مصر ستقدم نماذج لمشروعات تنفيذية لمواجهة آثار تغير المناخ في مؤتمر كوب 27 لمساعدة العالم على البدء العاجل في مرحلة التنفيذ. انتهت مشاهدينا أخبارنا الاقتصادية، شكرا للمتابعة وبانوراما المستمرة معك شيهاب. شكرا لك حنان. انتقد كيم يونغ أون السلطات الصحية في كوريا الشمالية على نهجها في التصدي لوباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 50 شخصا منذ إعلان ظهوره رسميا في البلاد، داعيا الجيش للتدخل لحل مشكلات تتعلق باحتياطي الأدوية في العاصمة بيونغ يانغ. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم قال في اجتماع طارئ للمكتب السياسي أمس إن الأدوية المنتجة داخل البلاد لا تصل للناس بالسرعة أو بالدقة الكافية، وذلك قبل زيارته لصيدليات بالعاصمة. وأقرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بأول تفشي ضخم لكوفيد-19، وحذر خبراء من أنه قد يلحق أضرارا بالغة بالبلد مع نقص إمدادات الدواء وغياب برنامج للتطعيم. أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلقت الامتحانات في الجامعات والمدارس اليوم بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي ترزح تحت وطأتها على البلاد منذ نحو شهر. عاصفة ترابية جديدة ضربت العراق بعد نحو شهر عانت خلاله البلاد من عواصف مماثلة، مما أدى إلى إغلاق المطارات والإدارات العامة وتعليق الامتحانات في الجامعات والمدارس. إدارة مطار بغداد الدولي قررت تعليق الرحلات الجوية بسبب وصول مدى الرؤية إلى 300 متر فقط، وامتد تعليق الرحلات إلى مطار النجف جنوبا وسليمانية في إقليم كردستان في الشمال. كما علقت 7 محافظات من محافظات العراق 18 الدوام الرسمي في الإدارات العامة باستثناء دوائر الصحة، لا سيما في العاصمة بغداد وفي الديوانية جنوبا وديالى وكركوك في الشمال. كانت العاصفة الأخيرة التي غطت العراق بالرمال في 5 مايو الماضي تسببت بحالات اختناق لأكثر من 5000 شخص وأدخلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لقي شخص واحد حتفه. والعاصفة هي 8 منذ منتصف شهر أبريل، فيما تكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في البلاد، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر. ويعد العراق من الدول 5 الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف 50 درجة مئوية. نشرتنا متواصلة معكم، وفيها الكرة الأرضية تشهد أول خسوف كلي للقمر في عام 2022. الآن مشاهدينا نتحول إلى حنان الخولي من جديد ونتعرف على أهم وآخر الأخبار الرياضية. إليك حنان. رصد علماء وباحثو المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فجر اليوم ظاهرة خسوف القمر الذي شوهد جزئيا في مصر، وتوافد عدد من المواطنين لمتابعة الظاهرة.
رصد المصريون أول خسوف كلي للقمر في عام 2022 الذي شهدته الكرة الأرضية اليوم الاثنين، حيث جرت رؤية القمر في مصر من بدايته وحتى غروبه قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة 5:01 صباحا بتوقيت القاهرة. وشهد المصريون في القاهرة الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط، ووصلت نسبته 41% من قيمته، بينما كانت أكبر قيمة للخسوف بمصر في مدينة سيوة حيث وصلت إلى 91% من قيمته واستمرت لمدة 53 دقيقة. خلال رصد الظاهرة احنا بدأنا الأول رصد خسوف شبه الظل، ودي استمر لحد ما بدأت الخسوف الجزئي الساعة 4:22 دقيقة بالظبط. المفروض المرحلة اللي هتيجي بعد كده الخسوف الكلي، لكن مع غروب القمر وشروق شمس صباح الاثنين، فبالتالي بينتهي رصد الظاهرة عندنا. بتستمر الظاهرة في الدول اللي هي في اتجاه الغرب، غرب أفريقيا والمحيط الأطلنطي والأمريكتين. ويتفق توقيت هذا الخسوف مع توقيت بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5:19 تقريبا. ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بداية ونهاية الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. رصد الظواهر الفلكية بشكل عام مهم جدا لتدقيق حساباتنا الفلكية، لكن يمكن تحديدا مع خسوف القمر دائما وابدا نقول ونؤكد ان خسوف القمر لا يحدث الا والقمر في طور البدر، وده معناه ان حساباتنا الفلكيه سليمه ومظبوطه. يمكن تابعنا في خلال شهر رمضان على مواقع التواصل بدا بعض المشككين ان احنا صمنا يوم بدري او صمنا يوم متاخر. الارصاد وظاهره الخسوف النهارده بتاكد الحسابات الفلكيه والرؤيه الشرعيه اللي اكدت بدايه شهر رمضان وبدايه شهر شوال كانوا صحيين، وصيام المسلمين في مصر السنه دي كان صحيح وما فيش اي خلاف تماما. ويمكن رؤيه هذا الخسوف الكلي للقمر في اوروبا وافريقيا واسيا والامريكتين والمحيط الهادئ والمحيط الاطلسي والمحيط الهندي والقاره القطبيه الجنوبيه. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من النيل للأخبار، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة. النتائج الأولية للانتخابات اللبنانية تظهر تراجع حزب الله وحلفائه. للمرة الأولى منذ 6 سنوات أول رحلة تجارية تغادر العاصمة اليمنية صنعاء. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من النيل للأخبار، إلى اللقاء.